معانا دقيقتين بس يعني عايزين بقى يعني نفهم الناس بقى لما هيشوفوا حاجه بعينيهم هيفهموا. هو الغلط والتصحيح بتاعه. هو احنا طبعا زوجين المفروض يعني. يلا بينا. انت راجع من الشغل بقى وبتاع وانا واقفه في المطبخ فازيك يا محمد؟ انت جيت من الشغل؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انا عايزاك شويه. طيب يعني هو انت كل مره ترجع من بره تمسك موبايلك؟ انت مش لسه جاي من الشغل؟ الاسطوانه بقى، الاسطوانه شغاله، ما انا اصلي انا ناقص، انا في الشغل طالع عيني ويطلع عيني في البيت كمان، الاسطوانه الطبيعيه. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انا هدخل انام وربنا يسهل لما نصحى. هو ده اللي بتقدر عليه. هو ده اللي بقدر عليه. انت كل مره تقوله. شكرا. العفو العفو. دي الطريقه الغلط. ده اللي موجود في البيوت كلها، انتوا ازاي عرفتوا؟ هنيجي نقول بقى الطريقه الصح اللي هي الاصغاء المشاعر. تمام. هعمل حاجتين، اول حاجه ان انا بدل ما انا هوصل نفس الرساله بس بطريقه ثانيه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. رجعت من الشغل؟ الحمد لله. محمد يعني انا ببقى حاسه بالغضب لما بتبقى انت راجع من الشغل وانا بيبقى عندي كلام كتير عايزه اقوله لك وانت ماسك موبايلك. انا محتاجه اتكلم معاك. طب ممكن افهم انت محتاجه ايه بالظبط؟ يعني محتاجه منك 10 دقايق بس كده، في موضوع مهم جدا انا يعني كنت قاعده من الصبح مستنياك عشان نتكلم فيه. طيب بصي، انا بمسك الموبايل عشان بس افصل من جو الشغل وبحتاج اخش انام بس كده اهو ساعه واصحى اتكلم معاكي. انت هتنام دلوقتي؟ هنام ساعه واصحى نتكلم مع بعض. الساعة كام بالظبط بقى؟ ممكن تكون فاضي؟ كمان ساعة، اديني ربع ساعة اصحى فوق بعديها، حاول اتكلم معاكي. خلاص انا مستنيك. اتفقنا. شكرا يا محمد. عفوا. لا جميل. ايه اللي حصل؟ هو انت بتيجي من اول مرة طبعا. ليه احنا ما بنعملش كده؟ الدنيا سهلة. بنتدرب عليها يعني، احنا حتى في بيوتنا بنتدرب عليها كذا مرة، بس هي مش بتيجي من اول مرة. الفرق بقى ما بين الاثنين ان انا وصلت له نفس الرسالة، انت ماسك الموبايل ومش بس قلت له على فكرة ده بيحسسني انا بالغضب. هو عمل ايه بقى؟ انا هنا قلت لها ايه؟ قلت لها احتياجك، انت محتاجه مني ايه؟ وقلت كمان انت محتاج ايه عشان تقدر تتواصل. انت دلوقتي مش افيلبل او مش جاهز ان انت تتواصل. في الاول عمل حاجتين اتنين، سخر من اللي انا بقوله، عمل سخريه وهرب. انا رايح انام هو انت تشتغل الاسطوانه؟ فطبعا انا ده عمل معايا ايه اكتر؟ زود لي الغضب اكتر. لا جميل جدا بصراحه، ووصلته المسج بطريقه سهله جدا ومفهومه جدا بلغتنا واللي بنعمله في البيت. فيا ريت طبعا يعني انا اعتقد الفقره كانت صغيره اهميتها كبيره جدا والقيمه اللي قدمتها كبيره جدا. بشكركم من كل قلبي على الوقت الجميل معانا وعلى كلام الجميل، وشكرا جدا نورتونا. شكرا. فاصل ونرجع تاني.